السلام عليكم. شو بير ديزات كالعادة معكم، مرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. لقطة شلناها بالمقابلة تاع إبراهيمي البارح كونتر ليكيب تاع محرز، شلنا لقطة خرافية، كونترول دو بال كي داير. احنا بغينا نعرفوا برك، بغينا نوروا هذه اللقطة نشاهدوها نشوفوا إبراهيمي ما يعرفش يلعب بالو، ولا بالشيخ وماجر والمحللين تاعنا اللي عطاوهم فكره على اللعاب المحترف ما كان والو. احنا كنا نقولوا باللي محرز خدم، ابراهيم يخدم بصح عنده موهبه، بصح طور ديك الموهبه. بصح انتوما بغينا نشوفوكم نشوفوا نحكموا هذا اللعاب، هذه اللعاب، هذا التريب رد على بالشيخ ورد على ماجر ورد على بوحنيكه ورد على اللي يقعدوا يقول لك ما كان والو، ابراهيمي شويه يشد البالو. لهنا بغينا نفهموا، هذه نوجهها للشعب الجزائري يحكم بين شجب ناهيق الحانير، الانسان اللي يعرف يلعب بالو، شجب الناهيق تاع الحانير، خاطر هذو عندهم ناهيق تاع الحانير، هذو يبغوا يهضروا، يبغوا يحرقوا جواره، يبغوا هذا جوار كي ماذا تهدر فيه، حرام عليك، على بالك بلي تدي ذنوب كي تهدر فيه هذا، على بالك بلي تدي ذنوب كي تهدر في ابراهيمي تهدر في محرز، على بالك بلي حرام عليكم، خاطر على المشرفين اعلام، وهذا اللقطه اللي دارها على بالك السبيكر، على بالك شنو قال لهم؟ قال لهم نموذج حي على ابن الجزائر الناجح في اوروبا، ها قال لهم نموذج حي، واللي العرب كاع كيما داروا، قال له نموذج حي لابن الجزائر الناجح في اوروبا. شوف بالشيخ مالك بالشيخ، انت راك مي تروح لاوروبا ولا تخرج منك هو بلي كنت تسكن في القصبه، اسمحوا لي غاشي القصبه غاشي الجي، خاطر انا نهضر على هذا الانسان ولي دخل روحه مضرور، مي تروح لاوروبا تخرج منك هو تقول له انا ماشي جزائري انا ولد القصبه، انا شيطان راك كبير ريح. ها شو اللقطه كي دايره، تبهدلوا بين وحدكم، هذو كي تهضروا عليهم يدير لكم غير وحده تك يتقيس لك حبه يدخلك في فمك ويطلق تروح. هذه هي تحيه كاع ولاد الجزائر اللي يبغوا البالو واللي يعرفوا البالو، يعرفوا الرياضه ويعرفوا يهضروا ويعرفوا الناس اللي ساكته، مش كيما هذو الناهيق تاع الحامير. راه رد عليكم ابراهيمي، يا ناهيق الحامير، راه رد عليكم ابراهيمي، وتحيه الجزائر.